الأولمبيكو الخاص بنادي لاتسيو مباراة قمة بين فريقين في أعلى الترتيب لا يفصل بين الفريقين سوى نقطة واحدة قبل هذه المباراة. ينضم إلينا هاتفيا عمر بعاج الصحفي الرياضي للحديث عن تلك المباراة تحديدا. مساء الخير عمر. إنتر لاتسيو ربما لم يتصادف أن يتواجه الفريقان في ظرف تنافسي أكثر من هذا الظرف منذ سنوات. مساء الخير أستاذ محمد. أغلب المتابعين والمحللين اليوم يرون أن هذه المباراة هي مباراة تحديد الموسم، أو لنقول مباراة تحديد فيما إذا كان الفريق قادر على الفوز بالإسكوديتو. عن نفسي أراها مباراة ثلاث نقاط، وخسارة أي فريق فيها لا يعني إطلاقا ابتعاده عن المنافسة على اللقب. لو شاهدنا يعني متبقي 14 جولة، ومن الممكن جدا تعثر أي فريق في أي جولة في الدوري الإيطالي هذا الموسم. لكن ربما أهمية هذه المباراة عمر أنها تمنح الفريق الفائز بها من بين إنتر أو لاتسيو الدفع الكافية والمعنويات الكافية لمنافسة فريق يهيمن على سكوداتي منذ سنوات طويلة هو اليوفي. بكل تأكيد بكل تأكيد الانتصار سيعطي دفعة معنوية، ولكن من ناحية الأرقام والنقاط أكيد لن يبتعد عن الصدارة. شفنا على سبيل المثال هذا الموسم كيف فيرونا في أسبوع واحد أوقف كل من لاتسيو واليوفي. بالفعل إذا ما تحدثنا عن الفريقين على أرض الملعب اليوم، إنتر يغيب عنه سمير هاندانوفيتش الحارس الأساسي المصاب، ستيفانو سينسي لاعب وسط الملعب أيضا للإصابة. على الطرف الآخر غياب مهم للاتسيو هو غياب سيناد لوليتش واحد من قادة الفريق وجناح مميز للغاية. في ضوء هذه المعطيات من يمتلك الأفضلية برأيك على أرضية الميدان؟ على أرضية الميدان غياب الإنتر غياب مفصلي، وخصوصا غياب هندانوفيتش. لو رأينا أن سينسي هو لاعب احتياطي سيضعف من خيارات كونتي في الدكة، لكن هندانوفيتش وفي ظل المستوى المهزوز من بادري سيكون غياب مؤثر جدا. من ناحية أخرى غياب لوليتش عن لاتسيو أيضا مؤثر، وخصوصا بعد أن البديل كذلك هو الإسباني جوني، اللاعب الذي لم يتأقلم حتى الآن بشكل كامل مع لاتسيو. ولو رجعنا بالذاكرة مباراة لاتسيو في الذهاب ضد الإنتر كان السبب الرئيسي في الخسارة هو نفس اللاعب هو جوني. ربما يكون هو إذن تميمة الحظ بالنسبة للإنتر في مباراة الليلة، أو ربما يقدم مستوى مغاير ويعود بالنسور إلى قمة الدوري الإيطالي. شكرا لك عمر بعاج الصحفي الرياضي على هذا التحليل لقمة الدوري الإيطالي الليلة بين لاتسيو وإنتر.